الخيامية أنا بالنسبة لي عشق، حياتي كلها في الخيامية. أنا طارق الصفتي أولاً، معايا لصنص حقوق، وطول عمري ما بين 35-40 سنة في فن الخيامية. الخيامية ابتدت تتطور كتير قوي في الأوقات الأخيرة، وابتدت الناس تحبها. انت بتستخدمي جميع حواسك في الفن. الطبلون ما بيطلعش طبلون بسهولة، يعني انت ما بتستخدميش ريشة، انت بتستخدمي خامات وبتحسي بكل قطعة بتصنعيها. الخيامية طبعا فن مش موجود في العالم كله غير في مصر. وطبعا انا لما بسافر ادرس لمجموعة من السيدات خارج مصر بينبهروا. الخيامية طول ما انت بتحبيها بتبقى سهلة جدا، ما بتحبهاش بتبقى صعبة، كل ما بتقربي لها بتقرب لك. قرابة 1000 عام تمتزج الخيوط في حلقات فنية متصلة تؤثر كل منها في الأخرى لتكتمل المراحل الخمس لعملية صناعة الخيامية. هي الخيامية كلها بتترجم أولاً في فكرة بتجيلك، سواء بقى من الحياة الطبيعية زي العصافير، سواء من مجموعة شغل من الجوامع، مجموعة تصميمات، أي لوحة فكرتها بتجيلك بتبدأ تنفذيها بإحساسك. أنا بجيب ورق أخد الحجم اللي أنا عايزه على حسب التصميم أو فكرته. التخريم ده عشان لما أجي أحط بودرة بيبدأ يظهر لي على القماش اللي أنا بختاره. ده كده خلاص الرسمة تعتبر جاهزة، إن أنا أبدأ أجيب مجموعة الألوان. دي المراحل إيه اللي هي بتتم فيها موضوع التصميم وإزاي ينزل على القماش. وهكذا تكتمل لوحة فنية صممت بفكر أصحاب الأنامل الجمالية لتعبر عن ملخص تاريخ من صناعة تراثية ارتبطت بوجداننا وروحنا. ليها طبعاً ارتباط برمضان جامد جداً، كل بيت لازم تلاقي فيه طابلوه محطوط خيامية، هي حاجة روحانية بتحسيها. طبعاً في رمضان شارع الخيامية ما شاء الله الناس كلها بتحب تجيه عشان ليه ارتباط جامد جدا برمضان. فن مصري أصيل يروي بجمال تطريزه حكايات مختلفة عبر العصور، يبهر الأنظار ويخطف العقول، ويثبت أن فن الحرف التراثية يستحق الدراسة من المهتمين في كل زمان ومكان. من العاصمة المصرية القاهرة، فرح الخولي، هنا القاهرة عاصمة الخبر.